أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا على معسكر الدفاع الجوي في نجران. مصدر عسكري أوضح أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفا خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري، لافتا إلى أن إطلاق الصاروخ ردا على استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب المجازر اليومية بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته ومقدراته.